افتتح معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته العشرين، وفتح أبوابه لزواره كحدث ثقافي أول في السلطنة، ليتبوأ مكانته على منبر الثقافة البارز. ساعيا في دورته العشرين لعام 2015 لنشر ظلال الثقافات المتعددة التي تجتمع تحت سمائه في انسجام وتناغم ووعي كعادته كل سنة. بذلك يصبح هذا المعرض الإطار الجامع لمفهوم الثقافة في السلطنة، لأنه ومع توالي دوراته تجاوز حضوره مجرد كونه حدثا ثقافيا عابرا، ليصبح جزءا مكونا من المشهد الثقافي العام في السلطنة، وليحتوي على جملة من الفعاليات الثقافية المتنوعة في جدوله. وسجلت نزوى كعاصمة للثقافة الإسلامية حضورها لهذا العام بركن خاص لتحل كضيف شرف للمعرض، باعتبارها صاحبة المدرسة الفكرية التي قدمت لعمان وللعالم العربي الكثير من الإصدارات والكثير للعلم والفكر، حيث وجد الزائر عند دخوله للمعرض مباشرة جناحا خاصا لمدينة نزوى يضم كتبا ودراسات عن المدينة، إضافة إلى صور ضوئية، ويقدم الجناح شرحا تفصيليا عن المدينة وتاريخها العريق. وبالإضافة إلى الجناح الخاص بنزوى، فقد كانت هناك العديد من الفعاليات التي رسمتها نزوى لنفسها هذا العام في معرض مسقط الدولي للكتاب. يهتم هذا الركن بتقديم وتثقيف وتعريف بنزوى عاصمة الثقافة الإسلامية، كما يقدم شرح تفصيلي عن نزوى وعن سبب اختيار نزوى لتكون عاصمة الثقافة الإسلامية. يتضمن هذا الركن على مجموعة من الدراسات المكثفة عن نزوى خصيصاً وعن الثقافة العمانية الإسلامية. في هذا الجناح يتضمن أيضاً شاشة، هذه الشاشة تقوم بعرض مجموعة من الأفلام عن نزوى، تتحدث عن نزوى، عن تعليم في نزوى، عن الحياة الاجتماعية أيضاً في نزوى. كما تم تدشين في هذا الجناح كتاب نزوى برعاية صاحب السمو السيد هيثم آل سعيد، كما تم تدشين أيضاً سلة المعرفة، وهذا المشروع الجميل الذي تقدمت به جامعة نزوى بهذا المشروع الذي يحتوي على كتب ووضعها في مرافق الانتظار، بالإضافة إلى تدشين كتاب نزوى لمعالي محمد الزبير، وتدشين سلة المعرفة، وتدشين مشروع القراءة للجميع. تم تدشين أيضاً موقع نزوى الإلكتروني. هذا المتصفح الذي يفيد المطلع على فعاليات نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية، والتي سيحتفى بهذه الفعاليات طوال عام كامل. وزار معالي الدكتور عبد العزيز التويقري مدير عام منظمة الأسيس كورك النزوى عاصمة الثقافة الإسلامية، وأهداه وكيل وزارة التراث والثقافة للشؤون الثقافية عملة مصكوكة خصيصاً لهذه المناسبة. ويعتبر هذا المعرض فرصة كبيرة للتعريف بنزوى والاحتفاء بها كعاصمة للثقافة الإسلامية وبمختلف الإنتاجات الفكرية والإصدارات التي خرجت منها ومن علمائها وتحدثت عن نزوى لتسويقها داخل السلطنة وخارجها، نظرا للإقبال الكبير الذي شهدته أروقة المعرض طوال فترة الانعقاد.